السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن متجهين من مطار أبوجا في نيجيريا إلى منطقة اسمها سوكوتو. سوكوتو دي عاصمة الشمال تقريبا، الشمال الغربي اللي فيها كل التاريخ الإسلامي في نيجيريا، واللي فيها كل الحضارة اللي عملها القائد والزعيم الراحل محمد علي عثمان دانفوديو، وحاول يحارب البدع والشرك في اللي انتشر ما بين المسلمين في نيجيريا في الوقت ده. أمس احنا انتهينا من ورشة عمل لمدة يومين عن مغالبة الحياة اللي بنسميها بالانجليزي ريزيلينس، وكانت لمدة يومين. كان مستوى النقاش بسم الله ما شاء الله يعني أعلى بكتير جدا، ومؤسسات كتيرة في أوروبا وأمريكا من ناحية الخبرة واللغة والرؤية والقيم بتاعة المشاركين اللي جم أغلبهم من بلاد كتيرة جدا، من مناطق كتيرة جدا في نيجيريا، خاصة منطقة الشمال الشرقي اللي فيها أكبر نسبة من النزوح، فيها أكبر نسبة من الخطورة والأمن على الناس هناك عشان وجود منظمة اسمها أو تنظيم اسمه بوكو حرام هناك يدعي الإسلام، والله أعلم أن الإسلام بريء منه. نيجيريا بلد كبيرة جدا جدا وغنية جدا جدا جدا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنكم تزوروها إن شاء الله في مرات قادمة، ويكون لكم فيها عمل مستوى استثمار أو العمل الخيري أو العمل الإنساني أو العمل التنموي أو محاربة التصحر والجفاف أو محاربة اللي هو التغير المناخي السلبي اللي هو كان جزء من نقاشنا أمس المتقاطع مع كل هذه المؤسسات، اللي هو تأثير التغير المناخي والاحتباس الحراري والفارق الحرارة والتلوث البيئي على الناس في نيجيريا، وفي خاصة منطقة بحيرة تشاد اللي جفت ما بين عام 1960 إلى عام 2019، وأصبحت كمية المياه اللي فيها دلوقتي تقل عن 20%. سنراكم إن شاء الله في محطة قريبة في سوكوتو. سوكوتو زي ما قلت العاصمة التاريخية والثقافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.